حي الله بالعقيد ابو فهد. عليهم جدعان. حي الله، شلونك؟ كيف حالك؟ طمني. الحمد لله بخير، انت شلونك؟ والله بألف نعمه من رب العالمين. وين اكثر لك كم يوم من بيين؟ والله يا خي طلعت على هالجبل، شعت الاهل ورجعت. ايه والله واجب، الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. خي ابو فهد، مرني من بعد خاطرك بنروح بتبعيتك نبارك لمحمد بالغلام، يعني بجدعان الجديد. ايه شو عليه بنروح؟ بس هلا عندي مشوار انا، بدي اروح شوف ياسين ابن ابي ياسين الخضري. ياسين ما غيره؟ ايه اليوم وصل على الحاره. شو عليه بنروح بتبعيتك نقشع ومسلم عليك؟ يلا شرف. تفضل تفضل. أهلين وسهلين، أهلين بالعقيدة أبو فهد. يعنيك سلامتك. شرفت، أهلين الله يسلمك. أهلين وسهلين أبو زهدي. أهلين أبو لطفي. السلام عليكم. أهلين أبو صلاح. يعنيك سلامته. ميت أهلا وسهلا. أهلين أبو شومان. يعنيك سلام. الحمد لله على السلامة. أهلين أبو جدعان. تفضلوا يا أبي تفضلوا. شرف عقيد، شرف الله يا عقيد. يعطيك العافية. أهلا عمو أبو نوري. عمي ليش عم تتعب حالك؟ عود ارتاح. لا لا أنا ما في تعب، أنا لازم شغل أبو نوري. لا أنت ضيفنا وما بصير تشتغل. لا أنا ما في ضيف، أنا لازم شغل في أرض أبو نوري. مثل ما بدك. صايت الشجرات يا بي؟ ايه يا بي، صايتهم كلهم. شباب، هذول الشاي الغريب لازم نقلعهم، والا قسما عظما لانعروا بهالشبريه كوم المصاريل قدامها. انور زلمه ادمي وصاحب دين، بس بدي افهم ليش مقروق منه؟ يا بي ما بعرف، ما بقدر تسخلته. انور بحمايتي وحمايه ابو وضاح، اذا بتزعله طول عمري بغضب عليك. شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا امجد عام صغير. يا خيي وابلاء، اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله يخلي لكم اياه يا رب. الله يسلمك. بس هذا امجد عام بدون كراكونا. ان شاء الله يكبر ويصير مدير داخليه يا سيدي، مش بس رئيس كراكون. يا حي الله يا خيي هاي المقلاه. شو هذا امجد عام؟ عندك يا سلامتك. يا خيي هذا نطور من شان ما حداش يصيبه بالعين، بعدين تتدخلش بينه وبين بوجد عام. ايه امرك سيدي امرك. بس ابو محمد انا بيطلع لي عندكم جاجي. انا ما دخلني، تستقل منك لإله. يا زيدي ان شاء الله بنفرح فيك وبخلفتك. الله يخلينا اياك، ان شاء الله يكبر وتشوف اولاده بعد. تسلم تسلم، الله يجبر بخاطرك. تعي يا بنتي، تعي خدي اخوكي. ديري بالك عليه. يا ميت اهلا وسهلا. ميت اهلا يا النبى. ايه عقيد، عرفت لنا شكان ياسين جايب اخبار عن وضاح؟ لا والله، بس قلت له اليوم لابوه يروح هو وابنه المساء على المضافه عند ابو وضاح، وساعتها بنساله اذا بيعرف شيء عنه. تكونش هم خي محمد، كل العساكر ما رجعتش، يعني في عندي اولاد عم اثنين بعدهم ما يجوش. الله يرجع كل غايب لاهله. امين 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 يا رب العالمين. الله اكبر والعزه لله. يلا يا ابي قوم قوم لنتوضا نروح نصلي المغرب، ونحن راجعين نمرق لعند المختار ابو وضاح. ابو وضاح؟ ايه يا ابي، ابو وضاح بعت لك خبر عن العقيد ابو فهد مشان نمرق لعنده. ما عرفت شو بده مني يا ابي؟ بده يشوفك ويطمن عليك، ويمكن بده يسالك ايش كان شفت ابنه وضاح. صحيح يا ابي، انت التقيت بوضاح شيء؟ لا يا ابي ما شفته ولا التقيت فيه. ولا سمعت عنه شيء؟ بلا يا ابي سمعت. سمعت؟ هات لشوف، قلي شو سمعت. ياسين شباب ليش عم تبكي؟ وضاح صار له شيء؟ الله يرحمه يا ابي الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. وضاح استشهد؟ لا يا ابي ما استشهد. لكن كيف مات؟ عدموه العصمة اللي هو واحد رفيقه. عدموه اعداء؟ ليش؟ شو مساوي؟ بعدين يا ابي بعدين بعدين بحكي لك. مش كان هيك؟ بلا ما نروح لعند المختار، وانت لا تجيب سيره قدام حدا، خلي الناس تعرف من غيرنا، فهمت علي؟ روحنا نروح، روحنا نروح نتوضا. يلا يا ابي. وعدني يصلي المغرب هو وابنه بالجامع، بعدين يجوا لهو، بابصر شو صاير معه. الغايب عذره معه. بجوز اجى لعنده ضيوف وما قدر يجي. يا الله. يا ديما ديما. ما
هون معلم. اسمع، بتروح لعند ابو ياسين خضري بتقول له المختار والعضوات عم ينتظروك بالمضافة، خليه يجيب ياسين ويجي. يلا مثل برق روح بسرعة. العصفور عم يتسلى، ابو الصياد عم يتقلى. هلا انت لما سالته لياسين عن الوضاح قال لك هيك بعدين بنحكي بعدين بنحكي. ايه مختار، ايه بما انه طفلي عنده اخبار عن الوضاح. في اخبار؟ واحد الله مختار، واحد الله. سلم الله، لا اله الا الله. هلا بركي بيكون ياسين جايب اخبار كويسه عن الوضاح. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ياسين طلع على الصالحيه، شنو من شوي درينا انه سته امه لامه مريضه شوي، طلع هو وامه يشقوا عليها. الا كان بس اجي، تعال انت وياه لعند المختار. ما رح يرجعوا اليوم، الطريق بعيد، اكيد رح يناموا هنيك. طيب السلام عليكم. اهلين ديبو، سلم على المختار. وصل الله يسلمك. عم شبنا لليوم. شو عمتي؟ اجا ياسين على المضافة؟ لا والله يا عمتي، لهلا ما بين حدا. يا جماعة طولوا بالكم، وحده الله. لا إله إلا الله. استهدي بالله أختي وطولي بالك، طالما ياسين وصل على الحارة هلا ما بتلاقي لحدا يجي يطمنكم. إن شاء الله يا سلام. هلا أنتم متأكدين إنه ياسين كان مع وضاح؟ على هوا ما فهمت من أبو وضاح إنه هنين سوا بقرنة وحدة ببلاد الدردبيل، مدري الدردنيل، والله ما بعرف شو سمالي إياها. شلون؟ راح على الصالحية؟ اي والله مختار، هيك قال لي ابو ياسين. قوة الله العلي العظيم. يعني عجبكم؟ يعني شو كان خسر لو كان اجى لعندنا بالاول بعدين راح وين ما بده يروح؟ وقال بده ينام هني، يعني بكره ليجي. عجبك؟ كمان؟ وحد الله مختار، وحد الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس ما بصير هيك يا ابو ياسين، كان لازم يروح لعند ابو الضاح بالاول. والله معك حق يا عقيد، بس درينا انه حماتي بعافية شوي، راح هو وامه يشق عليها ونسينا شغلة المختار كلياتها. على كل حال انا سألته ايش كان شاف وضاح او دري عنه شي. ايه شو قال لك؟ قال لي لا شفته ولا دريت عنه شي. على كل حال بس يرجع من الصالحية بتخليه اول شي يروح عند ابو وضاح ويطمنه، خلي يقول له لسه في عساكر كتير ما رجعوا على بلادهم. تأمر عقيد. يلا السلام عليكم ابو ياسين. وعليكم السلام رحمة الله. ياسين، اجنوني على النخوة يا ياسين. صفوان مرحبا ياسين، يستر على الطرف ودي لجوا على السرير خبيني. خذوا طريق يا حريم. يلا 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 يلا. لك شو في صفوان؟ شو القصة؟ ما في شيء لك أبي، ما في شيء. جماعة سرسرية زعران بدهم يتعلقوا علي، هي هي الحكاية كلها. استنى لروح جيب الشبرية واطلع عليهم. لك لا تروح ولا تطلع عليهم، مو محرزة توسخ ايديك فيهم لك ياسين. ايه تفضل على المضافة لك، تفضل. شرف شرف فضل. يلا يلا. وين اختفى؟ هلا كان عم يركض قدامنا. ايه وين بده يروح؟ والله اطلع على السما اطلع وراه، واحد مثل هذا ينصب علينا ونحن بحياتنا وحدة نصب علينا. أيمن عمي؟ كأنه جرح عم ينزف. شو هالحكي؟ إيه بسيطة عمي بسيطة. هلا بحط لك شوية شبة. ها؟ وهيك قطع النزيف. أيمن. أيمن عمي. الله يعينك عليك. شرف عمي. خلي عمي خلي. الله يخليك. شو هي؟ خمسة قروش ورق. خمسة قروش ورق؟ هلا المصاري حديد صارت ورق؟ والله عشنا وشفنا. إيه والله شي بزح العقل. مزبوط عمي مزبوط. عم يقولوا هاي العملة صار لها ست سنين، وعم يقولوا كمان إنه العملة كلها حتصير ورق. يا لطيف. معناتها ارتفعت البركة من الأرض. خود عمي خود، الله يخليك، منين بيصرف لك إياها؟ بس يصير معك فراطة حاسبنا. ماشي يعطيك العافية. الله يعافيك. تعال هلا لوك، هات انا بصرف لك اياها. شو القصة؟ ها؟ واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة. ايوه السلام عليكم. السلام. السلامة. يا عمي اللي شو صار معك انت؟ والله يا عمي ما صار شيء، ناطرينكم تحنوا علينا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اليوم بس بروح معك وبنحكي بالموضوع. اللهم اتكلنا على الله.